محافظة كفر الشيخ بتشهد حاليا إنشاء مدينة طبية بتضم عدد من المستشفيات زي الطوارئ والأورام، وده ضمن المنظومة الطبية اللي بتشمل عليها جامعة أو بتشتغل عليها جامعة كفر الشيخ. وحاليا بيتم تنفيذ أعمال التجهيزات في إطار المرحلة الثانية لإنشاء المدينة الطبية. نتعرف على تفاصيل أكتر. معانا على الهاتف دكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ. صباح الخيرات على حضرتك دكتور عبد الرازق. صباح الخير على حضرتك استاذ محمد والاستاذه منى وعلى الساده المشاهدين. اهلا وسهلا. يعني في البدايه حابين نتعرف من حضرتك على اهم ملامح هذه المدينه الطبيه، ما تشمله من مستشفيات ومنشات طبيه جديده هيتم اقامتها ان شاء الله. الحقيقه طبعا يعني المدينه الطبيه بجامعه كفر الشيخ كان حلم لابناء محافظه كفر الشيخ منذ ستينيات القرن الماضي، أصبح حقيقة واقعة دلوقتي على أرض الواقع بفضل دعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمنظومة الطبية بمحافظة كفر الشيخ وخصوصا جامعة كفر الشيخ. احنا بنتكلم عن مستشفى الطوارئ اللي هتكون إن شاء الله أكبر مستشفى للطوارئ في دلتا مصر كلها، يعني المستشفى على مساحة 5000 متر مربع، 9 أدوار متكررة، يعني بنتكلم في 45,000 متر مربع، تشمل مستشفى الطوارئ جامعة كفر الشيخ كل التخصصات الخاصة باستقبال حالات الطوارئ ويعني إجراء العمليات والتدخل الجراحي الفائق والعناية المركزة والعناية الجراحية و يعني غسيل الكلوي، الحروق، يعني الحقيقه طبعا مستشفى احنا دلوقتي في الامطار الاخيره في التشطيب وان شاء الله نستكمل التجهيز اذانا ان شاء الله بالافتتاح الرئاسي لمستشفى الطوارئ اللي هتكون طفره في تقديم الرعايه الصحيه ذات الجوده الفائقه لاهالينا في الدلتا، بالاضافه طبعا لمستشفى الاورام الجامعي وهي مستشفى على مساحة يعني 2200 متر على 4 طوابق فيها 78 سرير يعني علاج كيماوي وعلاج إشعاعي وأجهزة يعني علاج إشعاعي وكيماوي على أعلى مستوى، وأيضا مبنى العيادات الخارجية والتعليم الطبي المستمر، يعني حاجة مفخرة على أرض جامعة كفر الشيخ مدينة طبية يعني تفوق المستويات العالمية، وده اللي أكد عليه الخط الرئيس دايما باهتمام سيادته بصحة المواطن، وأن يعني أولوي من ضمن الأولويات الأولى لاهتمام سيادته صحة المصريين والحفاظ على صحة المصريين وتقديم الخدمة الطبية اللائقة به. أكيد الخدمة الطبية دي في هذه المدينة الطبية هتبقى موجودة أو مخصصة فقط لخدمة أهالي كفر الشيخ ولا مفتوحة لباقي المحافظات كمان؟ لا طبعا ده مفتوحة لكل محافظات جمهورية مصر العربية، وإحنا يمكن عندنا المستشفى الجامعي الحالي تم افتتاحه من قبل فخامة الرئيس في 2016 ويعمل بكفاءة عالية جدا، بيستقبل يوميا أكثر من 1000 حالة من محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة، بيقدم يعني خدمة طبية فائقة، وكان لنا دور كبير جدا في جائحة كورونا وما تبعها من مبادرات رئاسية 100 مليون صحة والقضاء على قوائم الانتظار. يعني احنا بنقول ان يعني جامعة كفر الشيخ والمدينة الطبية يعني ان شاء الله ديت طفرة في الخدمة الصحية الفائقة اللي تليق بالمواطنين ان شاء الله في فخامة الرئيس افتتاحها قريبا باذن الله. دكتور عبد الرازق، يعني المدينه الطبيه بيتواجد فيها تجهيزات طبيه على اعلى مستوى وفقا للمعايير الطبيه العالميه في القطاع الطبي، لكن الى جانب ذلك كمان هناك كادر طبي محترم جدا داخل هذه المدينه الطبيه. حابين نتكلم عن الكوادر الطبيه اللي بتعمل داخل المدينه الطبيه. يعني الحمد لله احنا عندنا كوادر طبيه على اعلى مستوى وبنستكمل التخصصات اللي فيها عجز، وعندنا بروتوكول تعاون مع جامعه المنصوره وجامعه طنطا اللي هم يعني على بعد يمكن ساعه لجامعه المنصوره ويمكن اقل من ساعه لجامعه طنطا وجامعه اسكندريه. احنا كلنا يعني متكاملين مع بعض في تقديم خدمه طبيه فائقه، فبطمن حضرتك ان الكوادر
المدربه على اعلى مستوى موجوده في جامعه كفر الشيخ، وشغالين ليل نهار على استكمال المنظومه من كل جوانبها، سواء يعني خدمات المعاونه للاطباء كمان، سواء التمريض او الخدمات الفنيه الاخرى. فيعني ان شاء الله تبقى منظومه متكامله وتقدم خدمه طبيه يعني بمنتهى الجوده ان شاء الله. طيب بما ان حضرتك اتكلمت عن استكمال المنظومه، ايه دلوقتي التفاصيل اللي بتشمل عليها المنظومه الطبيه والمستشفيات التابعه لجامعه كفر الشيخ؟ يعني المستشفى الرئيسي الحالي ده يعني حوالي اكثر من نقول على 500 سرير، بيعمل بمنتهى الكفاءه. المستشفيات الجديده مستشفى الطوارئ يمكن هتبقى فيها اكثر من 850 سرير متنوع، بالإضافة ل 78 سرير في مستشفى الأورام. المبنى العيادات الخارجية في أكثر من 45 عيادة خارجية تستقبل إن شاء الله يعني أهالينا من كل التخصصات لتقديم الخدمة الطبية لمرضى اليوم الواحد. بالإضافة طبعا عندنا يعني سكيل لابز يعني على دورين للتعليم الطبي على أحدث النظم العالمية. فبطمن حضرتك والسادة المشاهدين ان شاء الله الطفرة الطبية لجامعة كفر الشيخ، واحنا مستكملين ان شاء الله باذن الله، مش هنكتفي بهذا، احنا باذن الله وبدعم من القيادة السياسية في حكومة الرئيس والدولة المصرية ان شاء الله هنستكمل كل ما تحلم به ما احلم به المواطن المصري من مراكز طبية متخصصة. احنا ان شاء الله بنأمل ان احنا نستكمل المنشآت الحالية ثم نبدأ في يعني انشاء مستشفى الامومه والطفوله للقضاء على الـ يعني الممارسات الغير يعني بنقول ان هي مش صح في مجال الولاده والاهتمام بالطفل منذ ولادته. فان شاء الله احنا نستكمل ان شاء الله المنظومه كلها، ده امل ان شاء الله وخطه على يعني مدى طويل، بنستكمل المراكز الطبيه ونقدم خدمه طبيه على اعلى مستوى لاهالينا في دلتا كلها ومصر كلها ان شاء الله. اكيد كل الشكر ليك الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعه كفر الشيخ، شكرا جزيلا.